غرفة الطعام طبعا يفضل انه تكون الطاولة ما تكون كتير كبيرة، يكون عدد الكراسي على عدد الافراد. مدورة ولا مستطيلة؟ مدورة يفضل اكثر. هون دور المراية انه تكون موجودة، هذا الشيء بيعطي طاقة ايجابية اكثر، والاضاءة تكون اكثر ما يمكن مركزة على الطاولة. تمام. طبعا بس اخر نقطة انه الغطاء الطاولة ممكن يكون اذا بدنا تكون زيد الشهية نحط لون برتقالي، اذا في عنا عزيمة مثلا ممكن نحط اللون اسود، هذا الشيء بيفقد الشهية. تمام، لون اسود او الازرق. تمام، ما بضل غير نتشكر كثير لهالمعلومات اللي شاركتنا فيها الاستاذ مهندس عبد الرؤوف قصار. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم.